اشتغل معاك بس اطلع من كده الامان. هو هتزعلك انا ايه؟ مستشار طلع عمي ها ده اللي معلمني خليت اخد دور كده يا عم يا جماعه يا عم اضحك للكاميرا الكاميرا بتضحك العجينة دي متكونة من مية ودقيق بتقعد تلت ساعة في العجانة أو نص ساعة بعد كده نخرجها ونرشها على الفرن زي ما انتم شايفين حضراتكم. الكنافة البلدي بتاخد راحتها على الصينية إنما الكنافة الآلي ماتور لمغزى وبيقعد يلف ما بتاخدش راحتها الآخر بتبقى ماسكة ببعضها مكلبشة ببعضها. في إقبال جامد ده أنا كل اللي هيجي لي دلوقتي جاي لي عشان الكنافة البلدي مش جاي لي عشان الكنافة عندي الكنافة الشعر ما بتتلبش مش مطلوبة زي دي عندي اقبال حضرتك جامد يعني انت لو واقف خمس ست دقايق كده هتلاقي هنا زي بتوع الطعميه. بص يا بيه السيد مش هنا اوعى ما تعرفش ترش يا طارق.